برج السرطان، يا اهلا بيكم. من 27 مارس لحد 2 ابريل، ايه القادم في الطريق ليكو؟ وهناخد رساله من الشخص اللي في بالك ليك. اهلا بيكم برج السرطان، ولو حابين احنا نستمر في القناه من فضلكم تنسوش انكم تدعموا القناه باللايك بالشير بالسبسكرايب. كمان تقدر ان انت تنتسب في القناه، ده هيساعدنا ان احنا نستمر في نشر الابراج. فنشوف رساله الشخص اللي في بالك، فكروا في الشخص ده كويس، سواء كان حبيب كراش منفصلين او مع بعض. اعلى الطاقات هتظهر لينا، وهقول لكم رساله الشخص ده ليكوا في الطاقه الحاليه. السرطان في علاقه فيها شغف عالي قوي وحب قوي جدا وحيره كبيره جدا، علاقات يخرب بيتها. يعني لو انت متابع بقى في القناه الاساسيه، هنا الشخص ده كانه بيقول انا عندي رغبه مشتعله تجاهك، ولكن في نفس الوقت انا مربوط في مكاني، رغبتي المشتعله دي محركاني، بس مش محركاني ان انا اكون حقيقي في الطريق اليك، بتحركه من جوه. لكن وكأنه انت عندك حاجة تخلي الشخص ده مهما بياخد خطوات هو عند مستوى معين هيقف، او عند مستوى معين مش هينفع ان هو يزود عن كده. بداخله رغبة مشتعلة ليكو، رغبة الشغف، شغف الشوق والاشتياق والحنين. بالاضافة ان الشخص ده بيحبكو قوي قوي قوي. ممكن يكون بيمر بظروف وحشة، ممكن يكون الشخص ده فيه في حياته حد. خليني اعرف لكم ايه سبب ان هو حاسس انه مقيد، او انه متكتف شوية. انا كانوا بيقولك انا لا حول لي ولا قوة، انا بحبك، انا مشتهيك، انا عندي رغبة قوية تجاهك، وببقى متحمس جدا مبسوط جدا معاك، لكني ضعيف. الشخص ده مستني عدالة الهية تحصل. بصوا، ممكن الشخص ده يكون عليه محكمة او عليه حكم، مستني ان هو يتم تبرئته او يتم انصافه. الحاجة التانية، ممكن ده يكون حبيبك اوكي، واهلك رافضين بيه مثلا او كده، فمستني ان اجواء تهدى، او اهلك ينفع ان هم يتقبلوا. جايز انت والشخص ده لو من نفس العائله في خلافات، في صراعات، في ميراث، في مشاكل، فكانه مستني انها تيجي من عند ربنا ان الجو يهدى، ان الوضع يبقى احسن. وكان في وضع، هو بيقولك الوضع خارج عن ارادتي انا، والوضع مش انا اللي هقدر اغير فيه، ربنا هو اللي يعرف يغير فيه. فيا اما ان بسبب وجود اطراف ما بينكم في حد فيكم مرتبط، او مشاكل خارجه عن الشخص ده، زي ما قلت لكم جايز متهم بحاجه، جايز برضو احتمال لا قدر الله ان الشخص ده يكون بيتعالج من تاثير طاقه سلبيه عليه، جايز الشخص ده بيتعافى من مس، من سحر، من حاجه زي كده. وانها تيجي من عند ربنا، يعني هو سايبه على ربنا. الشخص ده على فكرة مؤمن بيكو، عشان تبقوا عارفين، يعني ده حد مؤمن بيكو، وده حد بيحس بيكو، مؤمن بالتواصل الروحي اللي ما بينكو، وعنده رغبة تجاهكو. لكن في الطاقة دي هو طاقة حد مسلم، طاقة حد بيقول انا سايبها على ربنا، زي ما تيجي تيجي اوكي. ويبدو بان انتوا بتحبوا بعض قوي على فكرة، يبدو ان الطاقة اللي هنا دي ناس بتحبوا بعض قوي، بيحبوا بعض بجد يعني. فخلينا نشوف يا برج السرطان، انت في الحب بتبقى جميل برضو، نشوف ايه القادم معاكم من 27 مارس لحد 2 ابريل. بتتخبط في مشاعرك شوية، استحملوا الأسبوع ده في الجزء بتاع المشاعر. مشاعركم بتتنطط كده، بتروح فوق وتحت، بتتوجع قوي وبتنبسط قوي. يعني في الأسبوع ده معاكو تقيل من ناحية العاطفية، يعني ما اكدبش عليكو، بس هو تقيل تقيل، اللي هو في أوقات فيها انت بتبقى مبسوط وسعيد جدا ومطمن قوي، وأوقات تانية بتحس ان انت مش قادر تستحمل اكتر من كده، انت مش عاوز اي حاجة، انت مش عاوز حب، مش عاوز علاقات. اوقات انت مؤمن ان الشخص ده مثلا ربنا هيفتح الطريق، هيبقى فيه امل في العلاقة، والتانية لا خلاص مفيش امل، انا يأست، انا مش عاوز حاجة، انا عاوز امشي. فهو نوعا ما بتمر بنوبات اكتئاب، او بتتضايق، بتتعب اوكي. وتقلبات المزاجية معاكو صعبة برضو، يعني زي انت مثلا بتعيطي
خلصتي عياط قمتي حطيتي ميك اب وزوقتي نفسك وخرجتي، روحتي اتصورتي، عملتي حاجات ولا ليها علاقه بحاله البكاء والهستيريا والانهيار العصبي اللي كنتوا فيه من شويه، قمتوا رقصتوا، رحتوا الجيم، عملتوا حاجه. لو انتوا تركتوا شغل او تركتوا وظيفه، كانك بتقول انا تركتها وهعرف اغير، هعرف احسن، هعرف الاقي احسن منها. لو انت تم اقصائك من وظيفه مثلا، استغنوا عنك، قالوا لك خلاص شكرا، يعني مستغنيين عن خدماتك، كانك بتقول لهم ماشي وهتشوفوا يعني ايه مستغنيين عن خدماتك. ما اقدرش اقول هي رغبه انتقاميه، بس انت ممكن تكون واثق في المنتقم، you know؟ يعني مش ان انت اللي بتخطط للانتقام، لكن كانه جواك الشعور اللي هو انا عارف انه حقي مش هيضيع، انا حقي جاي. خليني اشوف لكم حاجه كده. انتوا في تحدي هيحصل الاسبوع ده على فكره، في انتصار ليكوا هيحصل الاسبوع ده، لذه انتصار كده، بس مش عارفة هو بالظبط تبع مين فيكو، فهمتوا؟ يعني عارفين اللي قادرة، عارفين اللي قادرة على التحدي وعلى المواجهة، في طاقة بتاعت ان انت مثلا شخص قاعد تستناه سنين يقولك اسف، او تستناه سنين يعتذر، او تستناه سنين يعترف بحبه، او استنيت فترات طويلة قوي ان انت تكون تدرك رسالة جات لك، ان الرسالة اللي جات لك دي كانت حقيقية وان انت كان معك حق، فاخيرا بتسمع رسالة او ان انت كان معك حق او ان انت كنت صح. عارف لما يبقى جواك احساس عمال بيقول لك حاجة، وطول الوقت انا الاحساس اللي جاي لي انا ما عنديش اي دليل، هوبا لقيت دليل قاطع الاحساس اللي عندك، فتيقنت انا احساسي كان صح، انا احساسي كان في محله، انا كنت حاسس من البداية. فاللي هو بيجي لك رسالة ليها علاقة بشيء انت بقالك فتره مستني يا ربي اشاره، فتاتيك الاشاره على ورقه من ذهب او على طبقه من ذهب. يعني عندكم بدايه حلوه قوي 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 لمجموعه كبيره منكم في الحب، بدايه جميله جدا 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 في الحب، في الشغف حتى ان قلبك يبقى مفتوح ان انت تحب، ان انت تستقبل، ان انت تسامح، ان انت تفتح دراعاتك وتاخد شخص بالاحضان، ان انت تجرب تحب بشكل مختلف، او تجرب تكون حبيب كده، تجرب تستمتع برحلة جديدة. يعني هنا انا حاسة طاقة ناس قالوا احنا مش هنحب تاني خلاص، وبعدين فجأة قالوا لا خلاص، طب وليه خلينا ما نحبش، طب ما نجرب، ما يمكن يطلع ده غير اللي فات، يمكن تطلع العلاقة دي كويسة، ما يمكن تطلع القصة دي مختلفة، يمكن نحس بمشاعر حلوة. فلو انت قلبك بيتفتح قوي على الحب، لو انت فتح قلبك وفتح دراعاتك، يلا لو في حد جديد اهلا وسهلا. بينتبكوا بعض الفترات علشان تبقوا برضو عارفين، لو انت في حد جديد بيدخل، بس في اوقات كده بيجي لك ذكريات الشخص القديم، او ذكريات مؤلمة، او مواقف حصلت معك زمان، او مواقف انت فيها اجبرت على حاجة، يمكن ذكريات يعني لو مش عايز تسمع الجزء ده اعمله سكيب، بس ممكن لو حد فيكم تعرض لتحرش ممكن يجي لك بعض المواقف او الذكريات او صور او احداث بتشوفها تاني في نفس الوقت اللي في حد جديد بيحبك، في حد بيدخل في حياتك، فانت في الطاقة العامة حلو، بس عقلك بيسحبك ساعات لاماكن او لمواقف مش مرتاح ليها. اوكي، مجموعة كبيرة منكم بتفتح قلبها للحب وبتقول للماضي مع السلامة، وفي ناس تانية يعني كأن الأسبوع ده في الطاقة العاطفية أكتر حاجة بتميزه ليكو، يعني اللي هو في حركة كتير، في دراما كتير، في أكشن كتير بيحصل معاكو في العاطفة، ما بين لذة إن أنت بتنتصر على شخص أو بيجي لك حقك، ما بين بتحس إن في تعويض، في إنسان جديد دخل في الطاقة بتاعتك، ما بين ذكريات أليمة بتعود إليك. أوكي، ممكن تحسوا الأسبوع ده طويل شوية، وقد يعرض عليكم فرصة للسفر أو للانتقال، في شخص بيتخاطر معاكم كتير قوي، ممكن الشخص ده يكون من برج العقرب أو الحوت، لو أنت مرتبط بحد العقرب هنصحك اسمع قراءة برج العقرب. أوكي، يعني لسه مسجلتش الحوت فمعرفش الحوت ظهر في إيه، بس لو أنت مرتبط بحد العقرب ممكن أن أنت تسمع قراءة برج العقرب، لأنه هتحس بحاجة هناك، you know.
هتبقى انت كسول في الشغل شوية، مش هتشتغل قوي، مش هتبذل مجهود قوي، لو هتبقى انا عايز ارتاح، انا عاوز اعالج نفسي من الامور ومن الطاقات العاطفية ومن المشاكل العاطفية، واي حاجة بعد كده تهون يعني. فهو اسبوع بكى وفرح قوي وشغل اقل، لان حالتك النفسية والمزاجية متقلبة، فدي اكتر حاجة يعني. تقلبات المزاج بتاعتك دي بتخليك انا هشتغل وامري لله، بس انا مش طايق الشغل دلوقتي. ممكن بعض منكم تكونوا في علاقة في اختلاف الأديان ما بينك وما بين الشخص ده، في بعض منكم ناس يعني هتحسوا بمرح وبسعادة كبيرة قوي وبمتعة مع إنسان لامس روحكم من جوة، وفي رجوع شخص من الماضي، في حد جاي لك. أوكي. وعلى فكرة ممكن رجوع حد هو اللي يحسسك بلذة الانتصار دي، ان انت مثلا عديت وهو الشخص ده عدى سنين قوي، في الاخر جاي يقولك انا ما نسيتكش، فلو انت بقى مبسوط، او اللذة بتاعت انا كنت حاسس ان هو مش ناسيني بس ما كانش عندي دليل. فممكن حد يكون سابكم بقاله سنين قوي وجاي يرجع دلوقتي وهو سايبك بقاله سنين، فاللي هي انا بقول لكم في موقف بيحصل معاك وفي لذة الانتصار، او لذة وانا كنت حاسس، فاهمين انتوا؟ فلو حابين في التعليقات ان شاء الله لما يعني ده يصادف معاكوا او تكونوا في الطاقة دي او في التردد ده، ممكن تقولولنا ايه اللي حصل معاكوا، يعني هل شخص رجع لك ولا ايه الحاجة اللي حصلت خلتك فرد ظهرك قوي كده وعايش في طاقة بتاعت لذة الانتصار. برج السرطان، شكرا ليكو، واشوفكم ان شاء الله على خير بفيديوهات تانية. متنسوش انكم تدعموا القناة عشان نقدر نستمر فيها. باي باي.